أستاذ سائر، يعني كيف قرأت مشهد زيارة نهما لبوتين من وجهة نظر أنه كان ممثلا عن العرب كاملا بشكل أو بآخر؟ ربما كان ممثلا للأوروبيين يعني عفوا، عن باعتبار، العالم نعم بشكل أو بآخر. يعني هو يعتبر أول زعيم أوروبي، كارن هايمر، رئيس يعني المستشار النمساوي، رئيس الحكومة النمساوية، هو يعتبر أول يعني زعيم أوروبي أو أول مسؤول أوروبي، لنقول بأدق العبارة وأدق التصريح، هو أول زعيم أوروبي يعني يزور موسكو ويلتقي ببوتين شخصيا خلف أبواب مغلقة كما جاء في خبركم. وطبعا كانت هذه الزيارة قد سبقتها زيارة أخرى له إلى كييف ولقائه بالرئيس الأوكراني زيلينسكي. يعني النمسا تحاول حقيقة أن تجد نقطة تواصل بين الأوكرانيين والروس، علما أن هناك مبادرة تركية كانت قد عملت هذه المبادرة على تقريب وجهات النظر بين الجانبين الروسي والأوكراني. لذلك تريد النمسا اليوم أن تضيف شيئا جديدا على المبادرة التركية من حيث تقريب وجهات النظر الروسية الأوكرانية، لكن واضح أن المستشار النمساوي لم يخرج كما يقال بحبة حمص واحدة من غرف الكريملين المغلقة، نعم. بل عاد بخفي حنين كما يقال. يعني هو حاول أن يذيب الجليد، حاول أن يكسر هذا الجدار ما بين أوروبا اليوم وروسيا، لأن هناك مقاطعة أوروبية وتجميد كامل للعلاقات الدبلوماسية مع روسيا. النمسا ربما حاولت من خلال المستشار النمساوي أن يعني تلعب على هذا الهامش الضيق المحدود أن النمسا دولة محايدة وأن لها دور دبلوماسي ربما فعال أكثر من بقية الدول الأوروبية، خاصة وأن النمسا حتى لا ننسى أنها تستضيف المفاوضات النووية الخاصة بالملف النووي الإيراني بين المجتمع الدولي ممثلا بالدول الدائمة في مجلس الأمن وبعض البلدان الأوروبية الفاعلة كألمانيا وإيران. لذلك كله تحاول النمسا دائما أن تعطي لنفسها هذا نعم. الدور الحيوي المحوري في أي خلافات أوروبية أو حتى خلافات بين بعض البلدان في الشرق الأوسط كإيران ربما، أيضا إسرائيل أو تركيا، حتى إذا ما كانت هناك أي تباين في وجهات النظر بين يعني بلدان الشرق الأوسط والبلدان الأوروبية. واضح أن النمسا أمامها عمل شاق وطويل، وهي قد أدركت ذلك أن ليس من السهل إقناع الروس بأن يراجعوا حساباتهم فيما يتعلق بتدخلهم العسكري في أوكرانيا بعد مرور أكثر من شهر على هذا التدخل. يعني أستاذ ثائر، راقبنا الزيارة والتي توضحت بعض ملامحها على وجه المستشار، خاصة أن اللقاء اتسم بالسرية التامة، لا صور، لا مؤتمر صحفي، ولا بيان ختامي. هل برأيك بوتين أراد إهانة الغرب من خلال شخص نيهما، أم أن الموضوع يعني كما وصفه الخبير بالشأن الروسي جيرهارد مانجوت أن النمسا لا وزن سياسي لها؟ تفضل. ليس الأمر كذلك، يعني لا أعتقد أن الموضوع يتعلق بوزن النمسا أو عدم يعني دور أن يكون لها أي دور، إنما الموضوع يتعلق بطلب نمساوي أن المحادثات يجب أن تكون خلف الأبواب المغلقة، هكذا طلبت الخارجية النمساوية وأيضا طلبت ذلك الإدارة النمساوية. وهذا الأمر حقيقة كان قد تكرر مع الرئيس الفرنسي يعني ماكرون عندما التقى أيضا فلاديمير بوتين قبل أن يبدأ عمليته العسكرية في أوكرانيا. كانت أيضا يعني فرنسا كانت قد نشرت صور اللقاء الذي جمع بوتين وجمع ماكرون، كانت هناك طاولة طويلة تدل هذا، إن دل هذا إنما يدل على حجم الشقة والخلاف ما بين زعيمين أوروبيين ماكرون وأيضا كذلك الحال بوتين. هناك أيضا لقاء جرى بين ألوف شاتس المستشار الألماني وبوتين،
يعني هذه اللقاءات كلها لم تكن لقاءات حقيقة ذات بعد حميمي، يعني هم يلتقون رئيس لديه طموح بأن يتدخل عسكريا في بلد ما، فمن الطبيعي أن تكون هذه اللقاءات شبه باردة، يعني ليست فيها أي نوع من الحميمية السياسية أو حتى الدبلوماسية، لقاءات رسمية ربما تعطي انطباع للمشاهد وللرأي العام أن هذه اللقاءات تعبر عن حجم الخلاف السياسي، وهذا ما يعني تبين حقيقة. لكن موضوع الإهانة أو من عدمه، لا أعتقد أن هذه اللقاءات يمكن أن تعكس أي نوع من الإهانة، وإلا ما الحجة أو ما الدافع الذي يعني حث رئيس الحكومة النمساوية أن يذهب إلى موسكو لكي يلتقي بوتين، وهو يعلم مسبقا أن ذلك اللقاء لن يخرج عنه سوى إهانة؟ يعني أعتقد أنه أدرى بهذه المسألة كي يتحاشى أي إحراج أو أي نوع من الإهانة بالمعنى الدبلوماسي أو المعنى السياسي. يعني كل ما هنالك أن النمسا حاولت من طرفها أن تقرب وجهات النظر بين الأوكرانيين والروس، وهذا ما عملت عليه تركيا، واليوم تحاول النمسا أن تعمل عليه من خلال مسار آخر، يعني غير المسار التركي الذي يعني ربما هو مسار قائم على المصالح الاقتصادية، في حين أن المسار النمساوي في الواقع قائم على المصالح الأمنية وعلى الحاجة إلى تحقيق مزيد من الاستقرار الأمني للبلدان الأوروبية. أيضا النمسا لديها بعد اقتصادي في المسألة، يعني النمسا لا ننسى أنها يعني استثنت أي عقوبات على روسيا باستثناء موضوع الغاز، يعني لديها مصلحة النمسا أن يستمر الغاز الروسي في التدفق. يعني أيضا هناك بعد اقتصادي، يعني بعد أمني بعد اقتصادي يقف بقوة خلف زيارة المستشار النمساوي إلى روسيا. يعني روسيا أعلنت عن خسائر لها في الحرب الأوكرانية، لكنها في نفس الوقت متمسكة بالعنجهية الروسية بالاستمرار في هذه الحرب حتى تحقيق مصالح بوتين، خاصة أن المستشار قال بعد زيارته أن سيد الكريملين دخل في منطق الحرب ولا يريد سماع أي شيء آخر. أستاذ ثائر، يعني تصريح رئيس الوزراء النمساوي تصريح قوي جدا بالمناسبة، يعني لم أسمع من قبل تصريحات بمثل هكذا قوة، يعني وهكذا أيضا صراحة عندما يعبر هايمر عن هذا الأمر يعني هذه الصراحة، هذا يدل على أن روسيا وبوتين بالفعل لن يتخلوا بسهولة عن منطق الحرب، خاصة بعد أن توضحت الصور التي رأيناها في وقت سابق، المجزرة التي وقعت في بلدة بوتشا، يعني مجزرة ليست يعني جريمة حرب بالمناسبة، يعني بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة، إنما هي وقعت على أرض أوكرانية، وقعت في ظروف حرب، كانت هذه البلدة آمنة، لم يرق فيها قطر الدماء قبل أشهر قليلة، يعني بالتالي هناك ربما نوع من الغضب والامتعاض الأوروبي حقيقة الذي عبر عنه هايمر من خلال هكذا تصريح قوي جدا، ربما يريد أي أن يدفع الروس بمثل هكذا تصريح إلى إحداث نوع من الصدمة السياسية للمسؤولين الروس، وأيضا تحميل المسؤولية عن أي فشل في أي مفاوضات قادمة. يعني هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع الضغط السياسي والدبلوماسي على المسؤولين الروس، خاصة وأن المستشار النمساوي يعني أردف قائلا أن مثل هكذا يعني مجازر، ربما خاصة أن هايمر شخصيا زار هذه البلدة الكائنة في أوكرانيا بلدة بوتشا، وعاين بنفسه الدمار والخراب وأيضا المجازر التي وقعت فيها، لذلك يعني عندما قال أن ملف جرائم الحرب التي وقعت في أوكرانيا ينبغي أن تحال إلى محكمة العدل أو محكمة جرائم الحرب، هو يعي ما يقول، بمعنى أنها وسيلة ضغط أيضا على الروس أن ملف محكمة جرائم الحرب سيفتح إذا ما لم يستجب الروس لأي نوع من أنواع المفاوضات، وإذا لم يوقفوا عجلة الحرب على أوكرانيا. يعني هي رسالة ضغط الواقع.
يعني هكذا تفهم نعم. هذه الرسالة التي حملها إنهايمر إلى روسيا. نعم، كما قلت أنها قوة من المستشار، يعني أستاذ ثائر، من أين جاء بهذه القوة بتصوركم؟ وما هذه الجرأة التي تحلت بها النمسا في مواجهة بوتين؟ يعني البعض يعتبر أن النمسا دولة صغيرة لا قيمة لها، يعني هذا أيضا مجرد تصورات واعتقادات خاطئة أنا برأيي أظن، يعني لأن النمسا لها دور مركزي وحيوي في أوروبا ليس منذ هذه الساعة إنما منذ قديم الأزل، يعني كانت النمسا دائما تلعب على التوازنات يعني بين البلدان الأوروبية، وخاصة في ظل الأزمات والحروب والصراعات التي كانت تنشب بين البلدان الأوروبية، والنمسا أيضا جزء من أي حرب كانت تندلع في أوروبا، يعني هذا يعني أنها ليست على الهامش النمسا. أعتقد أن نيهمار اعتمد في صياغة بياناته وتصريحاته على أنه يعني يستند ويرتكز بقوة على كتف الاتحاد الأوروبي. هو أعلن أنه ليس ممثلا لأحد في هذه الزيارة بقدر ما هو ممثل لبلده النمسا، لكن أعتقد أن النمسا أيضا تعتمد في مثل هكذا مواقف على السياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي التي هي تعتبر سياسة يعني لها استراتيجية ولها مسار محدد، بمعنى أن السياسة الأوروبيين يتفقون فيما بينهم على أمور لا يختلفون حولها بما يتعلق بأمور الأمن وأمور السلم، ولذلك كله أعتقد أن نيهمار تحدث بلسان جميع المسؤولين الأوروبيين رغم أنه أعلن أنه يمثل فقط النمسا في هذه الزيارة، لكن هو في الواقع أعتقد أن مثل هكذا الزيارة تحمل بعد أوروبي أكثر من كونه بعد نمساوي محلي باتجاه روسيا، وروسيا تعي وتدرك ذلك أن نيهمار مفوض بشكل غير مباشر من القادة الأوروبيين الذين يعني يجدون أن الفرصة باتت مواتية الآن لقرع أبواب موسكو ولبدء المحادثات، خاصة أن روسيا لم تحقق أي نتائج نهائية من عمليتها العسكرية على أوكرانيا. لا أريد أن أقول نتائج إيجابية، ولكن مسار الحرب كما هو مخطط له من قبل هيئة أركان الحرب الروسية والدفاع الروسية لم يجري ضمن المدى الزمني، ربما الآن الحرب تدخل شهرها الثاني، ولذلك كله يعني هكذا فترة لا يمكن أن تمر دون أن يكون هناك حسابات ربح وخسارة. شكرا لك أستاذ ثائر على هذه المداخلة وعلى تعليقك، كنت معنا الإعلامي ثائر الناشف مباشرة من فيينا تعليقا على زيارة المستشار نيهمار إلى بوتين. شكرا جزيلا لكم أيضا. شكرا.